وحول بيان نعي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. حياكم الله دكتور عبد الحميد. حياكم الله، مرحبا بكم. حياكم الله دكتور عبد الحميد. نعت الهيئة اليوم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. ماذا يمثل الدكتور القرضاوي للأمة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نعزي الأمة ونعزي الهيئات والمنظمات العلمائية وأعلام الأمة بفقدنا لهذا العلم الذي كان له الأثر الكبير، وسيمتد أثره إن شاء الله تعالى إلى أجيال قادمة، ولا سيما أنه قد ترك علما يسأل الله تعالى أن يكون نافعا له قبل أن يكون نافعا لغيره. هذا العلم رحمه الله تعالى كما جاء في تقريركم وكما ذكرنا وأشرنا في بياننا إلى بعض من آثاره، كان له التأثير الكبير، ولا سيما أنه امتد إلى عدة أجيال، يعني عاصر عدة أجيال، عدة أجيال تتلمذت على يديه. قد متعه الله تعالى فضلا عن العلم الكبير والموسوعية التي أشرتم في تقريركم إلى بعض الجوانب التي ألف فيها، فإنه كذلك مد الله بعمره لينتفع منه عدة أجيال كما أشرت قبل قليل. وآثاره العملية فضلا عن العلم والتأليف وغيرها كان له كبير الأثر من خلال اشتراكه في العديد من المنظمات والجهود الدعوية والعلمية والتأصيلية والتأسيسية، فنسأل الله تعالى أن يرحمه. وقد كما جاء في الأثر أن العالم إذا مات فإنه قد يثلم في الإسلام ثلمة ربما لا تسد، فنسأل الله تعالى له الرحمة وأن يعوض الأمة في مصابها خيرا، لأنه العالم لا يخلفه إلا عالم مثله. نعم. كان للشيخ القرضاوي أيضا منهج خاص لا سيما في باب الزكاة، يعني إلى أي مدى ترى تأثر الأبحاث الشرعية بمنهج الشيخ في الفقه المالي الإسلامي؟ يعني هذا جانب من جوانب اهتماماته، ولا سيما موضوعات الزكاة، لأن لها تأثير على واقع الناس، فهو بكتبه وبمساهماته أيضا، لأنه ارتبط كذلك وأسهم في إنشاء العديد من الصناديق، صناديق الزكاة وغيرها، لتنتقل القضية من عبادة فقط شكلية إلى عبادة مثمرة كما أرادها الإسلام، لأن الدين الإسلامي دين التكافل. وكانت لهذه الأبحاث ليس فقط تنظيرا على الورقات الكتب، بل كما قلت كان له أثر في الإسهام في تأسيس هذه الصناديق التي أثمرت بجهود عملية فعلا في أرجاء المعمورة للتخفيف عن واقع الأمة والتخفيف من فقرها وسد احتياجات المحتاجين. وكانت هذه التطبيقات وهذه المؤسسات هي التطبيق العملي للربط بين الغني وبين الغني عفوا بين الغني وبين الفقير، وتطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الجوانب. نعم. أيضا كيف كانت مواقف الشيخ القرضاوي من المشككين والطاعنين في ثوابت الشريعة، ومن ثم تأثير ذلك على عامة الأمة وخاصتهم؟ وعموما اهتم بقضايا كثيرة ومنها التربية، واهتم بجانب كبير في تثبيت الناس ولا سيما الشباب في تثبيتهم على دينهم. ومن ضمن هذا التثبيت هو التصدي لتلك الشكوك التي يثيرها المشككون لإثارة الشبهات لدى الشباب خاصة والمسلمين عامة، سواء كان في جوانب الإلحاد أو في جوانب التشكيك بأصول الإسلام ولا سيما السنة النبوية. فكان له مواقف كثيرة، ومن تلك فضلا عن الكتب التي ألفها والمحاضرات والدروس والأبحاث، فإنه قد قام بتأسيس مركز لبحوث السنة النبوية في قطر، وكان لهذا المركز قبل أن يغلق كبير الأثر في تحريك الشباب والدارسين والعلماء للاهتمام بهذا الجانب، أي جانب دراسة السنة النبوية المطهرة
والتصدي لكل المشككين، لأن التشكيك بالسنة تشكيك بأهم دعائم الإسلام بعد القرآن الكريم. نعم، من ضمن المواقف للشيخ القرضاوي رحمه الله هناك مواقف من أزمات الأمة، يعني كيف تتذكر موقفه من القضية العراقية العادلة إبان الاحتلال الأمريكي للعراق 2003؟ يعني شأنه شأن العلماء الذين لا تحدهم حدود ولا ينحصرون بقطرية أو بجنسية، فقد شغلته هموم الأمة جمعاء وتفاعل مع هذه الأمور في شتى أنحاء العالم. وتحديدا سؤالك عن العراق، فقد شهدنا مواقف مؤيدة للشعب العراقي في حقه في الدفاع عن نفسه ضد الاحتلال وتطهير بلاده، وكان له جهود كبيرة في تأييد هذه المقاومة والجهات المقاومة والمنظمات، ومنه تأييده لهيئة علماء المسلمين. وكانت هنالك علاقة قوية بين الهيئة وبينه رحمه الله تعالى منذ تأسيس الهيئة في أيامها الأولى. وكان هنالك زيارات، كلما زار الشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى الأمين السابق للهيئة، كلما زار الدوحة فكان له لقاء به، وكان يسأل عن العراق وعن شؤونه. وقد شهدت قبل 3 سنوات في آخر زيارة للهيئة له، زار القسم السياسي وفد من القسم السياسي، وكنت قد تشرفت بهذا الوفد وتشرفنا بزيارته، وأهديناه في حينها عددا من الإصدارات لهيئة علماء المسلمين، وقد رأيناه مهتما بهذه الإصدارات. يعني لما نعطيه الإصدار والكتاب فإنه لا يأخذه وينظر إلى عنوانه، بل يقلب الكتاب ويأخذ فكرة عامة عنه. ورأينا في أسئلته التي يسألها دليلا على أنه متابع للشأن العراقي، ليس متابعة عامة وإنما متابعة دقيقة وتفصيلية. وهذا كما قلت في بداية الكلام هنا، أنه شأن العالم الذي يهتم لشؤون الأمة جمعاء، فرحمة الله تعالى عليه. اللهم أمين. يعني بعد هذا التاريخ الحافل على المستوى العلمي والنضالي أيضا، وقوفا في وجه المشككين والطاعنين في الشريعة، هل تعتقد أن هناك من يمتلك قدرات يملأ بها هذا الفراغ الذي سيتركه الشيخ القرضاوي، خاصة أنك قلت يعني لا يملأ فراغ العالم إلا عالم مثله؟ يعني اليوم أعجبتني كلمة لأحد زملائي في الجامعة حين قال: أمة فقدت أمة، ولكن دائما الأمل موجود. وحينما نقول الأمل ليس تخيلا ولا تمنيا فقط، وإنما نحث العلماء وطلبة العلم على أن يسلكوا هذا المسلك. الأمة فيها خير كثير، وهذا الخير نأمل أن يثمر بأن يتابع العلماء هذا الطريق وهذا المسلك، حتى لا تكون هذه الثلمة يؤتى الإسلام من قبلها. فهذا دور العلماء، وهنالك كما قلت فيهم الخير الكثير. نسأل الله تعالى أن يوفق جهود الجميع وأن يتغمد شيخنا بواسع رحمته. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم الهيئة، هيئة علماء المسلمين في العراق، الدكتور عبد الحميد العاني. شكرا جزيلا لك.